بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، نزلنا في تصحيحنا لسورة النبأ إن شاء الله الختام اليوم، ونأمل أن نختم التصحيح مع أنهم يقروا، ما كانش يبقى هنصحح مع بعض، والشباب صغنن ده يبتدي يصحح في الحلقة المقبلة، نجهز مصاحفنا في نقرأ أو نصحح ختام سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سمعت الصاد سين، دي صاد. صا 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 صوا 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 صوابا صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق اللي هو يوم إيه؟ القيامة. يوم القيامة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم الحساب، ده كل دي من أسماء يوم القيامة، لأن يوم عظيم، والآيات ما زالت بتكلمنا عن أحداث ذلك اليوم والمشهد الرهيب، الله جل جلاله وكل الخلق موجودة، لا يمكن أن حد يتكلم دون أن يأذن له الرحمن، وإيه وقال صواب ويقول كلامه، ده يكون كلام أذن به الرحمن سبحانه وتعالى، ويكون كلام كمان منضبط. المشاهد دي القرآن الكريم بيسوقها إلينا عشان بيعرفنا الطريق اللي احنا ماشيين فيه، ده نهايته هتنتهي لإيه، والمشاهد كمان في اليوم العظيم دي شكلها إيه. فيتقي الإنسان، يتقي الإنسان يدرك قيمة الوقت وقيمة مساره في الدنيا، مساره مظبوط ولا مساره مش مظبوط، لازم يراجع نفسه، لأنه ذلك اليوم الإيه؟ الحق. ذلك اليوم الحق. وشوف فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إحنا عايزين نكون من أهل الله، نكون من أهل الطاعة، نكون من أهل الرضوان، نكون من أهل الفوز. المشاهد دي يسوقها الله تعالى تذكيرا للناس أجمعين بما فيهم مين؟ المؤمنين، عشان لما يغفل المؤمن في طريقه في دنيته يرجع يعدل على طول، لازم، لأنه ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
لكم عذابا قريبا. إنا نغن. أنا عندي غنة، أنا عندي غنة. فين حرف الغنة يا مريم؟ نون. النون ليه؟ هغنها يا شقاوة أنت. أنا عندي الغنة، حرفي الغنة النون والميم، إذا كانت مشددتين في وسط الكلمة وآخر الكلمة. أغن النون، أغن الميم إذا كانت مشددة. طب أنا عندي هنا إنا أنذرناكم، النون أهي، يبقى لازم إني أشدد النون وأغن عليها يا مريم، تمام؟ يبقى هي غنة، هغنها ليه؟ عشان هي عليها إيه النون؟ شد. عليها شدة. ما تخافيش قولي، حتى لو غلطتي نصحح، والمرة الجاية تقولي كله صح. يلا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر. عذابا إيه؟ مين اللي خد باله من الغلط؟ في خطأ. هي زهراء. قريبا يوم ادغام بغنه، ادغام بغنه، لان من احكام النون الساكنه والتنوين، وده انا عندي تنوين اهو، ورا حرف من حروف الادغام بغنه. الادغام بغنه، الياء اللي جايه مجموعه في كلمه يرملون. يبقى عذابا قريبا، قريب هنا صحصحوا، قريبا يوم ينظر. يلا. قريبا قريب يوم ينظر. بس لغاية أنا وقفت عند ينظر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وبرضو احنا هنتدرب عليها في الحلقة اللي جاية، اللي انتوا مش هنلحق تقروا الحلقة دي. لازم نبرة الحسرة. ويقول الكافر يا ليتني، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. واحد محصور بيتحسر على نفسه، لازم صوتي يديني الحسرة. ما هو ده بلاغ وإبلاغ. القرآن إنذار للمكذبين والمعاندين والمخالفين. علم تصوير المعنى مهم، وده فن عظيم. أبقى أنا أقرأ القرآن وكل حتة فيها بتقرأ وحس المعنى معايا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات قائدا ودليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في
كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.